بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم مصطفى الهلالي من سلسلة دروس تعلم ويندوز 10. طبعا احنا عارفين ان انت في ناس بتحب تغير كل شوية الخلفية بتاعت جهاز الكمبيوتر. طبعا احنا عاوزين نمنع الموضوع ده، بالذات لو في واحد بيحط خلفيات ما تعجبش حد تاني خالص، والموضوع ده مضايق ناس كتير، فاحنا عاوزين نمنع عدم وجود خلفية. طب هنخش الاول على الاعدادات نشوف الخلفية دي بتيجي منين. تيجي من البرسوناليزيشن ومن الباك جراوند، نضغط نحدد الخلفية اللي احنا عايزينها، تمام، او نعمل براوز ونحدد مكان الصورة اللي احنا حابين نحطها كخلفية. ماشي، طبعا احنا حددنا خلفية تانية هي، تمام، وهنحددها، هننزل كده هنلاقيها الخلفية اتغيرت. طيب احنا بقى عاوزين نمنع الموضوع ده، هنعمل ايه؟ اول حاجة هندخل على طريقتين. انا هاخد منهم الطريقة الاولى، انا الطريقة التانية هتبقى صعبة الى حد ما. اول حاجة الطريقة الاولى، هندخل هنضغط على شباك ورمز الار، وهنضغط الامر ده gbedit.msc، تمام، وهنضغط يس. وبعد ما نضغط يس هندخل على اليوزر كونفيجريشن، وهندخل على ادمنستريتيف تمبلت، وهنضغط على ال ايه يا جماعه الكنترول بانل، وهنضغط على البرسوناليزيشن، تمام، وهنوسع لنفسنا كده. وبعد ما نوسع لنفسنا كده هنضغط على بريفنت تشينجينج ديسكتوب باك جراوند، هنضغط عليها دبل كليك. وبعد ما نضغط دبل كليك هنضغط انيبل، هنفعلها، وهنضغط ابلاي، وبعد كده اوكي، وهننتظر ثواني عقبال ما السيستم بس يبدا يفعل الامر. وهندخل على السيتنج، تمام، من برنزاليزيشن، وهنيجي نفعل، نضغط اهو، انا بضغط بالماوس على اي خلفيه من الخلفيات. طب البراوز مفيش حاجه راضيه تشتغل خالص، ويبقى كده احنا منعنا تغيير خلفيه الشاشه. طبعا عاوزين نرجع الامر زي ما كان، هنتبع الخطوات ونعمل بدل انيبل هنعمل ايه، نضغط ايه، هنضغط على نان كونفيجر، ويبقى كده ايه، عملنا رجعناها زي ما كان. وده كان درس لذيذ من سلسلة تعلم دروس ويندوز 10. نستودعكم الله، وما تنساش لايك وشير وزكاة العلم نشره والدعاء بظهر الغيب. كان معكم اخوكم مصطفى هلالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.